هذا العام بالنسبة للحسيمة والماكينة السياحة أول حاجة رجال الأمن في ممشى الخروج كان في الصندوق ده كان عند الباب ما كيخافش البارح لا اسمح لي اسمح لي علموا لكم البارح أن أنتم جايين الله أعلم بحال هكا نعرف أنا أنتم جايين جحيدوهم من الساحة أنا الأسرة ديالي جات جالية مغربية مقيمة في فرنسا حطات رجلها نهار الأول لها الثاني قطعت ورقة مشات بحال قالت لي ما نقدرش أنا نلقى الحسيمة علاش هو حنايا الميف ديالنا ميف حقوقي وإطلاق جميع صرح المعتقلين اللي كنطلب اللي كنطلب منكم هادشي اللي بغينا مرحبا بكم أنا ساكن في الحسيمة ود الحسيمة لا ماشي برا أنا ود الحسيمة والله باش نعاونكم ما خصكم انتم تعاونوا